السلام عليكم، انا هاجر احمد سيد. انا عملت البروجكت بتاع الليفل التاني في كورس الويب السي اس اس. هو بيتكلم عن الهيلثي فود، وكل وجبة وفيها امثلة بقى للهيلثي فود اللي بيتاكل في الوجبة دي. هنا دي الهوم وفيها الريجستريشن بار. هنا بتكتب الاسم، هنا بنختار ميل ولا فيميل، وهنا يتحط الوزن، وهنا الطول. نحط بس اي حاجة، بعد كده هنا ندوس نيكست. في ناف بار في كل بيج، دي البيج اللي هي بتاعة الهيلثي بريكفاست. هنا بيتكلم عن الفوائد بتاعة ان احنا ناكل اكل صحي في الفطار، ودي اكزامبلز. وهنا ندوس نيكست عشان نخش على الهيلثي سناكس. وهنا دي examples، هنا ده healthy lunch، ندوس next هيودينا على healthy dinner. هو ده البروجكت بتاعي.